السلام عليكم خوتي خواتاتي، احنا دابا في اعلى الجبال ديال بني ملال. هذه هي الطريق اللي جينا منها دابا، راه تقريبا اش نقول لكم، راه تقريبا ضربت شي 20 كيلومتر تقريبا على بني ملال الجبال. التلوج اللي طاحت البارح يوم الاثنين 2019، دونك انتم كتشوفوا الحمد لله راه الدنيا شويه زوينه غادي كتقاد. المهم تحياتي لكم، وهذا الفيديو هذا درناه باش تبارطاجيو معنا كاع الفيديوهات اللي كتخص مدينه بني ملال، والشكر الخاص لجميع المتتبعين والمتتبعات ديال صفحه بني ملال. وحنا ديما راه ما كاين كيما هذا غير الفيديوهات واللايفات والصور ان شاء الله، اي جديد كيخص المدينه تاع بني ملال فان شاء الله غادي نديروها على الصفحه تاع بني ملال اللي هي بني ملال، والصفحه ديال القناه ديال اليوتيوب، والقناه ديال اليوتيوب اللي هي بني ملال سيتي. المهم اخوتي ما كاين غير البارطاج، هانتوما المناظر الطبيعيه كتشوفوا، حنا راه في اعالي الجبال دابا.